سمسم. طر أيها الفرفوش، اذهب إلى بيتك. ربما لا يستطيع الطيران. كمون محق، الأفضل أن تبقى معنا حتى تشفى. تأخرنا على الملعب. سمسم. الجميع في انتظارنا. سمسم. ربما يريد سمسم الذهاب معنا إلى الملعب. الملعب. سمسم. أتمنى ألا تتعلق كثيرا بسمسم هذا. عفواً على التأخير. وأخيراً، تعال ادفعني. هيا. ماذا معك هنا يا كمون؟ سمسم، إنه فرفوش. أليس جميلاً؟ أبعده عني فوراً. لما تحتفظ به يا كمون؟ لا يمكنه الطيران، أبقيناه معنا حتى يشفى، صحيح يا كموني؟ أرجوحة. هيا. أنا لم أرى فرفوشاً يتأرجح سابقاً. هيا كمون، هل نذهب للقفز معاً؟ سمسم، لا يمكنه القفز، إنه مريض. روزي محقة، الترامبولين لا تناسب سمسم. اسمع، اذهب أنت لتقفز وبلبلة ستعتني بسمسم. ماذا؟ أقفز. هكذا. أقفز أقفز. إنه يحب هذا. سمسم. سمسم. ما الأمر يا كموني؟ سمسم اختفى. كيف يرحل وجناحه يؤلمه؟ ألم نطلب منك الاعتناء به يا بلبلة؟ كنت أفعل، لكنه غافلني ورحل. لا تقلق يا كمون، سنعثر عليه. هذا صحيح. وبلبلة تبقى مع كمون لتعتني به أثناء بحثنا. لا، لا تذهبوا. هيا جميعا. عصفوة. اسمي هو بلبلة. سمسم. إنه حشرة، ليست للحشرات أسماء. هناك. هي توقف، لا تدعوه يبتعد. تركته يفلت منك. أنا بخير، شكرا لاهتمامك. ها هو. تعال وشاهد. هي يا كمون، انظر من معنا. احذر من يريد رؤيتك يا كمون. انا ساذهب الان لاخذ غفوه. سلام. سمسم. لا
أنا وجدت سمسم. لا، بل نحن. نحن وجدناه أولاً. بل نحن. أنا. هل سمسم بين هؤلاء يا كمون؟ لا. ربما قرر سمسم أن يرحل. أكيد أنه سعيد مع عائلته. سمسم. النجدة. هذا صوت بلبلة. اهدأ يا بلبلة. كيف أهدأ؟ أوه، أخبرني، ألا ترى كم هو مزعج؟ ما المشكلة؟ سمعناك تصرخين. هذه هي المشكلة، فرفوش. جلست عليه. سمسم. أتعرف معنى هذا يا كمون؟ يستطيع سمسم الطيران الآن. قمت بالعمل الصحيح يا كمون. سمسم يريد البقاء مع رفاقه. هوهو، انظروا إلى هذا. سمسم. ماذا يقول؟ إلى اللقاء. مرحبا يا لين. لين، هذه هي رقصتك؟ بطيئة قليلا. هل أنت بخير؟ أنا علقت. أتقصدين أنك نسيت الخطوة التالية؟ فلتنتقلي إلى الخطوة التي بعدها. لا أستطيع. جربي هذه الرقصة. أعيدي الرقصة من البداية، ستتذكرين بسهولة. لا أذكر البداية أيضا. لا أستطيع الرقص. أوه، لا تحزن يا لين، نحن سنساعدك، أنا ورومبا. هيا قلديني. هيا جربي هذه الرقصة الآن. هذه لا تنفع يا روزي. لنجرب رقصة الأمواج. رقصتي أنا. رقصتي. أنت عبقري يا رومبا. ليس على لين تقليدنا، بل يجب أن تتذكر رقصتها الخاصة. لكني لا أتذكر كيف كانت رقصتي. عربة سندريلا جاهزة يا لين. وهذه لتبهر الأميرة والحضور. ما الأمر؟ لقد نسيت لين رقصتها. لا مشكلة، سأعلمك رقصة الفتى البهلوان. تبدأين بالتأرجح؟ هيا يا لين جربي. كرز. كرز. كفى، هذا لا يفيد بشيء. الأفضل أن يركز كرز اليوم بدلا منه، إنه حقا بارع. أنت أبرع مني يا لين. أنا بارع في رقصة الأمواج. لين هي أبرعنا. لقد وعدت فكري ويجب أن ترقص. لما لا يرون رقصتي؟ انظري، عليك التنقل على أطراف أصابعك مثلي. واو، انتبه. وقت العرض يا لين. بلبلة، إن لين ليست جاهزة بعد. ليست جاهزة؟ لقد نسيت لين رقصتها. نسيت؟ هكذا سيحزن فكري كثيرا. أنا آسفة. أوه، لا تقلقي يا لين، سنؤجل وقت العرض حتى تتذكري. لا فائدة، الأفضل أن أصارح فكري وأعتذر له. لا تستسلمي، حاولي مجددا. إذا رقصت أنا فأنت تستطيعين. العرض يجب أن يستمر. شكرا لكم، حاولتم مساعدتي لكن رقصتي رحلت. هل أقدم لكم رقصتي؟ أوه،
أنا أضيع موهبتي هنا. حضرت النجمة والجمهور أيضاً. عندنا خبر محزن. لن أرقص. أنا نسيت رقصتي. حاولت روزي والأصدقاء مساعدتي، لكن أنا آسفة. لم تفسديه تماما، يمكننا تقديم رقصة. حقا؟ استعدوا لأقدم لكم موهبة قديمة. كنت راقصا بارعا في شباب البعيد. أنت؟ شجرة؟ ترقص؟ كنت أرقص في شبابي، مضى وقت طويل على ذلك، لذا سأطلب من لين مساعدتي. أنا؟ أساعدك؟ كيف هذا؟ نفذي ما سأطلبه. الموسيقى. لا 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 لا. سأتمايل مع الإيقاع. لين، أنا أريدك أن تهزيني لأبدأ. هكذا، والجهة الأخرى رجاءً، لنرى إن كنت أذكر حركة الأغصان. هذا ممتع. والجهة الأخرى، أنا لن أتمكن من القفز. اقفزي بدلاً مني يا لين. انظر يا رومبا، لين ترقص. لين تذكرت رقصتها. أنا تذكرت رقصتي. كيف حدث هذا؟ الرقص فن ممتع. حين ترقصون استمعوا فقط إلى الموسيقى وانطلقوا معها، لا تفكروا إلا في الموسيقى. أتسمحين لي؟ اسمحي لي بهذه الرقصة. هيا. إنها استعراض الدببة. والأمواج وروزي ترقص. الأمواج يا عصفورة. الأمواج أو لا توجد فائدة. أكنت تريد قول شيئا يا رومبا؟ أخبرنا. ما هو يا رومبا؟ هل لديك رقصة؟ قل لنا ما اسم رقصتك يا رومبا. هيا أرنا كيف ترقصها. لكن الكل يراقبني. لا تفكر في أحد يا رومبا، فقط استمع إلى الموسيقى وانطلق في الرقص. سيدتي وسادتي، أقدم لكم رقصة الأمواج السعيدة.